مساء الخير يا شباب. النهارده بقى رحلتنا هتبقى من دبي على فلاي دبي. هنروح من دبي لتبليسي. احنا دلوقتي في مطار دبي وداخلين على الكونتر بتاع فلاي دبي. هنوزن بقى ونشوف الدنيا مع بعضينا بقى. ها ادي يا شباب المطار. زي ما احنا شايفين اهو ده كله كونتر بتاع فلاي دبي. تيرمينال 2 في المطار دي مخصوصه لفلاي دبي. كوستا كافيه اهو. شوف لما يجي دورنا عشان احنا واقفين في طابور كبير، بس مش يعني شغال، مش وحش. ادي مطار دبي بتاع صاله المبادره تيرمينال. كل ده فلاي دبي، حتى الموظف المعدي ده فلاي دبي. وصلنا يا جدعان، ووريناهم التأشيرة، ووريناهم تذكرة العودة من تبليسي، وادي تذكرة الطيران. نطلع بقى نشوف الدنيا الخطوة الجاية ايه، بس أهم حاجة تبقى متطعم، يعني ده المهم. لو متطعم ومعاك الجرعتين تمام، مش هتحتاج PCR. صديقنا سامح اهو احنا واقفين مستنينه. اهم حاجه سأل على التاشيره، اهم حاجه سأل على التاشيره وتذكره العوده. ولما معانا التاشيره وتذكره العوده احنا كده في التمام، ومعانا الفاكسين، فاحنا كده كل حاجه زي الفل. وصاحبنا سامح هو بيتسال، بيسال على تذكره العوده. نشوف التاني مع بعضينا. اخيرا خلصنا تفتيش. بص يا جماعه، اهم حاجه للي مسافر على جورجيا يبقى معاه الفاكسين، يبقى معاه التاشيره، يبقى معاه تذكره العوده، لانه ده معانا قوي في موضوع تذكره العوده والفاكسين والتاشيره. الوزن على فلاي دبي 20 كيلو. الراجل سابها ليك انت، انا كان معايا اقل من 20 فعديت، لكن سامح كان معاه حوالي 24 25، الراجل سابها له لغايه 21. يشكر يعني. بس ركز ان يبقى معاك تذكره العوده، يبقى معاك التاشيره، يبقى معاك الفيكسي. نخش بقى على التفتيش مع بعضين. اخيرا يا جدعان خلصنا التفتيش والدنيا، وادينا قاعدين ايه على باب الايه الطياره مستنيين. بص، اول ما هتخش على البوردنج اول حاجه هيسالك عليها طبعا الباسبور، اول حاجه هيسالك عليها الفيكسي. طلع له الفاكسين، هيسالك تاني سؤال على الفيزا. لازم تجيب له الفيزا، سواء بقى مطبوعه سواء انت واخدها اونلاين، بس لازم تطلع له الفيزا. تالت سؤال وده المهم، ولو ما لقوش معاك فعلا ممكن ما يركبكش الطياره، انك انت لازم يبقى معاك تذكره. تذكره العوده مهمه جدا، لان هو اهم حاجه عنده تطلع له تذكره. خلصنا المفروض دي بقى، دخلنا في منطقه الايه الميزان. انا وزني تمام، الراجل ده عيني وزنه طلع فوق ال 20 بشويه، فلاي دبي تقريبا طلع اخرها 20 كيلو. ادوا له سماح كده لغايه 21 كيلو يعني. والراجل كان جايب باودر وجايب حاجات جيم زي بادي بيلدينج وفورما الراجل يعني. فايه يعني شالها من الشنطه، ظبطت معاه الوزن، الراجل 21 عدى. وبس الدنيا زي الفل، واحنا بقى مع بعضينا نطلع الطياره نصورها لكم، نشوف الطياره عامله ازاي لغايه ما نوصل مطار تبليسي، ونشوف بقى ايه المقابله هناك هتبقى عامله ازاي. وادعوا لنا بقى ايه نصور اخر جزء في الفيديو ده واحنا خارجين من المطار. يلا مع بعضينا بقى، نقوم بقى نلف في السوق الحره شويه كده، ايه نكروش شويه مع بعضينا. ادي كنتاك يا شباب، وادي ماك، وادي ديوتي فري اهو، وادي كافيه اهو جونس اكسبريس. تشرب حاجه بقى تبقى انت راجل نزيه. وادي السوق الحره. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده بتاع السوق الحره بتاع دبي، بس كان تيرمينال تاني غير ده. تيرمينال 1 اللي هو بتاع اي حاجه غير هي، تيرمينال 3 بتاعه مصر بتاعه فلاي اميريتس، وتيرمينال 2 بتاعه فلاي دبي. تيرمينال 1 دي اي طيران تاني، يعني ايجيبت اير دي بتيجي على تيرمينال 1. نخش نتفرج بقى. تعالى يا سامح نضيع شويه وقت، احنا قدامنا ساعتين لسه.
احنا دلوقتي يا جدعان في الباص اخيرا وطالعين على الطياره. احنا اتسحبنا في السوق الحره لغايه ما بقينا اخر اثنين وكده، وكلهم قعدوا يدوروا علينا لغايه ما كوب جابونا يعني. بس تمام، احنا في الباص دلوقتي وهنرجع على الطياره. نشوفكم بخير. ادي يا جدعان طياره فلاي دبي، طبعا حاجه قبها الطياره قبها. انا ناس زي العسل والله. لا لسه الطيارة يا جدعان، وادي الكراسي، وعايزين اف 10، ادي اف 30، اف 31، ادي يا جدعان الطيارة، هي نظيفة الصراحة، من ناحية نظيفة فهي نظيفة. شوف الدنيا فيها ايه. ادينا يا جدعان خارجين من دبي اهو، مش الجو ليل طبعا، مفيش حاجة باينة. حط موبايلك على وضع الطيران، انا نسيت اعمله الصراحه، بس قشطة يعني. دي الوجبة، هو جه سألنا الأول على التذاكر بتاعتنا عشان نشوف، جه سأل على التذاكر بتاعتنا عشان يشوف لينا وجبة ولا ملهاش، بس لا تذاكرنا فيها وجبة. دي مية، وايبس، ودي بسكوتين، هما بسكوتين بالعدد، لقمة كايزر كده صغننه، وحتة جبنة. تمام، وايبس طبعا، مناديل شوكة ومعلقة. قلنا عايزين فراخ ولا خضار، قلنا عايزين فراخ، دجاج، لنا طبق زي ما انتوا شايفين كده مكرونة بالبتاع. شغال دي الوجبة. تعالوا كلوا بقى معانا. وانا بدي وانا بدي يا سام، وانا بدي يا جماعة التويلت.
طيب موبايل شوية فرصة. الدنيا ضلمة الواحد ما بيشوفش حاجة أوي يعني. بس الصراحة بالنسبة لفلاي دبي يعني هي مش أحسن حاجة برضه يعني. هي الكراسي مريحة تمام، فرق بين الكرسي والكرسي اللي قدامي يعني مسافة مش وحشة. السلام يا جماعة، احنا وصلنا مطار تبليسي والمفاجأة اللي استنتنا اول ما وصلنا ان الدنيا بتمطر تلج يعني. بص مش عايز اقول لكم احنا جايين من دبي الجو عامل ازاي، وفي تبليسي هنا الجو عامل ازاي. يا نهار اسود، بس المطار يعني ايه في الشياكة. بص الجو شايبان طبعا، بس المطار فعلا حلو شكله شيك جدا كده. داخلين بقى على الجوازات نديهم الباسبور ونشوف يعني، عشان احنا سامعين ان هنعدي على كام سؤال كده لازم ايه نشوف. خش نشوف الدنيا ايه. دي صاله الوصول، طلع اللي انت عايزه. الجو دافي قوي جوه صاله الوصول. طبعا انا مش عارف اللي بيحصل لنا ده ليه، احنا بقالنا اكتر من ساعة وربع بنتاخد لنا باسبوراتنا كل شوية سين وجيم وجاي ليه وهتعمل ايه ونمشي. بقالنا ساعة وربع طيارة جت وخلصوا الناس اللي فيها، وطيارة بعدها وطيارة بعدها، واحنا قاعدين زي ما احنا بنقدرين في المطار.
فانا مش عارف ليه في ايه يعني. اخيرا يا جدعان، اخيرا بعد ساعتين ونص من الانتظار اخيرا دخلونا المطار. بس اللي فتح نفسنا بقى ان اول مره نشوف تلج. يا جماعه انا اول مره اخرج من المطار لقيت تلج، انا مبسوط جدا. بس هما كانوا ساعتين ونص صعبين يعني، بس الحمد لله عدوا. ثواني بقى نحط حاجه في الشنطه. جيف مي ذيس، اي نيد ذيس، اي نيد ذيس باج. تلج يا جدعان اهو زي ما احنا شايفين، الجو تلج طبعا جميل، بس بصراحة الواحد مبسوط، أجواء جميلة. يلا نشوفكوا لما نوصل بقى عشان إيه نتكلم في اللي حصل معانا النهاردة. قائد يلا نجومية، قلتك فل. مساء الخير يا شباب. كنت عايز بس أقول كلمتين بخصوص سفر المصريين لجورجيا. جورجيا بلد حلوة وجميلة وفيها مناظر طبيعية ساحرة يعني، فعلا انت هتنبهر من طبيعتها، والصيف فيها بشكل والشتاء فيها بشكل تاني، والاتنين احلى من بعض. بس عشان تسافر من مصر لازم يبقى معاك فيزا، والفيزا لجورجيا بالنسبة للمصريين نوعين: فيزا مطبوعة على الباسبور، ودي بتقدم اوراقك للسفارة، وفي اللي هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي، ولو كنت موظف بتجيب اتش ار لتر، ودي فيها رفض وقبول ونسبة الرفض كبيرة. او انك انت بتاخد تأشيرة اونلاين، ودي بتبقى اسهل واسرع، واي مكتب سياحة ممكن يطلعها لك، او انت ممكن تخش على النت تكتب طرق التقديم. هي حتى لو مكتب طلعها لك هتعمل حوالي يعني رخيصة يعني حوالي 800 جنيه 1000 جنيه حاجة زي كده يعني. تمام، دي ما نسبة الرفض فيها قليلة قوي يعني. بس هتقابلك مشكلتين. المشكله الاولانيه، انت عشان تخرج من مصر وتروح جورجيا هتحتاج يبقى معاك تصريح امني. التصريح الامني ده بيطلع من العباسيه. لما هتيجي تروح العباسيه عشان تطلع تصريح امني هيطلبوا منك فيزا مطبوعه بس، يعني لو معاك تاشيره اونلاين مش هيرضوا يعترفوا بيها ومش هيطلعوا لك تصريح امني. فانت لو معاك التاشيره على الباسبور مفيش اي مشكله، هتروح العباسيه تعمل تصريح امني وتسافر. لكن لو ما معكش التاشيره المطبوعه على الباسبور ومعاك الفيزا الاونلاين، هتحتاج انك انت تسافر من مصر على بلد تاني زي الامارات مثلا، ما تكونش محتاجه تصريح امني. يعني انا عملت كده، طلعت من مصر على الامارات من غير تصريح امني، وبعد كده بطلع من الامارات على جورجيا، بروح ابيت يوم او يومين في الامارات وبعد كده اطلع من الامارات على جورجيا. بس طبعا هحتاج يبقى معايا فيزا الامارات، برضه بتتاخد اونلاين وبتبقى سهله يعني، بتبقى تقريبا حوالي 1500 جنيه وبتطلع من مصر على انك رايح الامارات يعني، ما يعرفوش حاجه عن جورجيا يعني. المشكله بقى التانية اللي هتقابلك انك لما توصل مطار تبليسي ممكن يرفضوا يدخلوك اصلا. انا حصل كده بس الحمد لله يعني دخلت يعني اول لما وصلنا مطار تبليسي ودخلت على الضابط اللي بسلمه الباسبور وبيختم لي عليه، اول ما شاف الباسبور المصري قال لي لا روح اخر اوضه. فروحت اخر اوضه سلمت باسبور الضابط كده ولقيته بيشاور لي مكان بيقول لي اقعد هنا. فبصيت لقيت حوالي 7 8 شباب كده، تقريبا 5 منهم مصريين و3 منهم عرب يعني، بس طبعا جنسيات تانية غير الجنسيات الخليجية يعني. الخليج يعني بيبقى بيدخلوا على طول بسهولة يعني. لكن الجنسيات اللي زي حالتنا المصريين وكده كل شوية سين وجيم وجاي تعمل ايه وهتقعد ليه ومش عارف ايه. المهم ان انا فضلت قاعد حوالي 2:30 وكل شوية حد يطلع لي ينده على حد فينا او ينده لي، او يعني بيطلع بالباسبور ينده على اسم صاحب باسبور مثلا، كل شوية سين وجيم، انت جاي منين ورايح فين، فين حجز الاوتيل بتاعك، فين تذكرة العودة، جاي ليه وعشان ايه، ويسيبك ويمشي، وجاي جورجيا ليه وبعد كده يرجع تاني، و طب اشمعنى جورجيا اللي انت جايها، واسئله كتير اسئله كتير اسئله كتير، وكل شويه يسيبك ويمشي. طب حضرتك سبتني ليه، طب قول لي انا قاعد اعمل ايه. طبعا يقول لك احنا بنشيك على الفيزا يعني. بيشيكوا على الفيزا ازاي مش عارف، مع ان يعني ما هي تاشيره اونلاين برضو زي بتاعه الامارات، في الامارات ما بتاخدش اكتر من لحظات يعني ثواني وبتبقى مخلص كل حاجه. المهم طبعا فضل يروح ويجي يروح ويجي لغايه ما بعد 2:30 يعني جم قال لي خلاص اوكي ويلكم جورجيا وكده. بس يعني طولوا قوي ومعرفش بيعاملوا المصريين كده ليه، وانا كنت سامع اصلا على اليوتيوب يعني من كذا فيديو لكذا حد مصري ان رجعوهم من المطار. ولما دخلت البلد برضو قابلت جنسيات تانية، منهم واحد فلسطيني مثلا بيقول لي هم ليه بيعاملوا المصريين كده، بيقول لي انا شايف مصريين معاه كانوا جايين معاه على نفس الطياره ما رضيوش يدخلوهم.
فانا مش عارف ليه هم بيعاملونا كده يعني. احنا بعد ساعتين ونص في الاخر فعلا ده اللي حصل معايا للامانه، بعد ساعتين ونص ومش سين وجيم، وفي الاخر قال لي خلاص تمام ويلكم من جورجيا يعني. بس يعني انا ما اعرفش ليه، مثلا عشان باسبوري فيه كذا تاشيره فالدنيا مشيت، ولا انا ما انا مش عارف يعني. بس الموضوع فعلا كان ممل، وقاعدين مش عارفين مصيرنا ايه، وخيالنا بيروح ويجي في قصص، ويعني الموضوع مش مريح يعني. اصل مش عارف يعني، انا لما دخلتها ما لقيتهاش البلد الواو يعني. بلد جميله وطبيعه وكله، بس فيها اكتر كلمه شحاتين انا شفتهم في حياتي. يعني يبقى خد بالك من النقطه دي واعملها في حسابك، وانت طالع من مصر بقى اعمل حسابك ان انت احتمال ما توصلش جورجيا يعني، او توصل بالسلامه بس احتمال ما يدخلكش. في نهايه الفيديو يعني لو عجبك يلا بقى اخبط لنا اللايك والشير وسبسكرايب، ونتقابل بقى في فيديو جديد. سلام.